طولة. محاولة. كرة منقولة الآن. حاول إلى الأمام. يا الله. يا الله. إنه فراس الخطيب. يرسم الجمال والبسمة والإثارة والفرحة على أيضا متابعي ومحبي ومشاهدي الملكي في هذا اللقاء. لاحظوا التمرير الجميل من بدر المطوع. لاحظوا التمرير اللي بدر المطوع. بدر المطوع إلى فراس. فراس الخطيب يسجل الهدف الثاني لنادي القادسية على حساب نادي الكويت. هدفين. هدف الدقيقة 30. هدف الدقيقة 25. والهدف الثاني في الدقيقة 39. هدفين مقابل لا شيء. نادي القادسية.